في قوة عليا وفي نوع من الرضا إن إحنا بنقدم فعلا حاجة مؤمنين بيها، ليس لها علاقة ب مثلا حاجة تجارية. إحنا مش بنعمل مثال، لا إحنا فعلا ماشيين، وعشان كده إحنا نجحنا وناجحين. قافلة السلام الجزء الأولاني، إحنا بنستعد لنجاح القافلة دي 2014، أعتقد دلوقتي 2022 بنستعد لقافلة السلام مرة أخرى في ألمانيا والمجر وبولندا وفرنسا وسويسرا. ده إن شاء الله هيبقى في الصيف. إمتى في الصيف؟ ممكن يكون 6 7 لسه، لأن دي طبعا يعني مستنيين بقى الوضع في أوروبا بشكل عام. عايزين نعرف الأوضاع بتاعت الكورونا هتعمل إيه؟ لا أنا أعتقد الكورونا هتقف وإحنا اتفقنا على كده. عملنا ديل خلاص، كفاية كورونا بقى. بص إحنا مش هنخاف من الحكاية دي الحقيقة. هم هيفتحوا في شهر إن شاء الله 6، والموضوع إن شاء الله يعني هم لحد دلوقتي إحنا بنستعد بالفعل للإجراءات ده. قافلة السلام مهمة قوي إن إحنا نؤكد على هذه المفاهيم.